مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كلنا بالهوى سوا. أنا والمخرج نيك نمر بنسلم عليكم جميعا، بندعيكم لتتابعوا هالحلقة المميزة. ضيفنا اليوم مميز، ليش؟ لأنه بيملك خامة صوتية خلته يلمع بين شركات الإنتاج والإعلام عربيا وعالميا، إلى أن شارك بمسابقة للصوت على مستوى عالمي وتم ترشيحه ضمن أفضل 5 أصوات عربية بالعالم كله. يعني اليوم نتعرف على صاحب خامة صوتية جميلة جدا ومشهور عالميا وهو موجود بلبنان، محمد فحص. أهلا وسهلا فيك. يا هلا، أهلا وسهلا فيك وشكرا على المقدمة الحلوة. إن شاء الله نكون قد أهلا وسهلا فيك. كان عندي فضول مين هو صاحب هالصوت يلي تم اختياره بين الخمس الأفضل عالمياً، ولهالسبب اليوم نحن عم نعمل هاللقاء مع محمد فحص. خبرنا عنك محمد. اسمي محمد فحص، صار لي تقريباً بمجال الصوت بحدود 11 سنة. بال2010-2011 بشركات الدوبلاج. أكيد بالفترة الأولى، يعني هلأ من أنا وصغير كنت أقلد أصوات، حاول سير أقرأ الأخبار مثلاً العاجلة، أقرأ البانويات على الطرقات، حاول جرب كيف يكون الأداء بعدة طرق. الحمد لله بال2010-2011 بالصدفة فتنا على شركة للدوبلاج، لقوا عندي أنه في خامة صوت موجودة بس أكيد بدأ تدريب. ضلينا بحدود 6 أشهر 7 أشهر عم نشتغل على موضوع تدريب الصوت. وين بالتحديد؟ والحمد لله. نعم، وين بالتحديد كنت؟ في استوديو اسمه استوديو الريهام، يلي هو بيشتغل بأكثر من ناشونال جيوغرافيك، بيشتغل او اس ان، بيشتغل لكذا شركه عالميه او تلفزيون عالمي. نعم. بدبلج اللغه العربيه. من بعد هالتجربه بلشت أدي أدوار صغيرة، وبلش صوتي ينعرف بين شركات الإنتاج. رجعت اشتغلت مع الإيماج برودكشن هاوس، اشتغلت معهم، رجعت اشتغلت مع AVP أوديو فيجن برودكشن، فيديو برودكشن بالزلقة. صرنا شوي شوي بمجال الصوت نتنوع بين الكرتون، بين الدوكيومنتري، بين الأفلام الدراما، وقدرت نوع بالأداء الحمد لله. يعني الله أعطينا موهبة بنقدر كيف تطور. نعم طبعا. وكيف صارت المشاركة بهالمسابقة العالمية؟ هلأ صراحة هي صارت بالصدفة، يعني أنا كنت بعدني جاي من فرنسا، كنت عم تابع رسالة الماجستير مع جامعة السوربون، فأنا عم فلفشك على الفيسبوك على زهق، متلاقيت حاطين إعلان أنه والله في مسابقة للصوت. ولا مرة فكرت أنه أقدم على مسابقة للصوت، يعني دائماً عندي هذا التردد أنه لا خليني عم كذب، في أنه واحد يضلوا عنده قلق معين. قمت سجلت عادي وطالبين أنه حط شيء من القصص اللي أنا شغلها بصوتي، فحطيت فيديو من هذه الفيديوهات، ووقتها أنا نزلت باسم التشانل اللي عندي على اليوتيوب. أنا عامل تشانل صغيرة اسمها سكون، بنزل فيها قصص مثل خواطر تنسمع مثلاً بالليل عرواء كذا، بعالج فيها أمور اجتماعية، أمور إنسانية، بحاول مثلاً الترند بقلب لبنان أو خارج لبنان بتناوله، بكتبه بطريقة معينة وبسجله بصوتي مع فيديو بنحط له. نعم. فقدمت سكون تحت اسم هيدا تشانل، وكان هو هي مسابقة تتبع لجمعية فنون وعلوم الصوت يلي هي بنيويورك. نعم. وصراحة ما كان عندي اطلاع على مين هني وقديش هي أهمية هيدي الجائزة. وراحت الخبرية شي 5 أشهر تقريباً 6 أشهر بيوصلني إيميل، فكنت قاعد عم بطلع أنه قاطع هيدا الاسم عراس، ففتت عم شوف، قمت لقيت اسمي من ضمن النومينات المرشحين. فلما طلعت هيك لأتأكد أكتر، فصرت فوت أعمل بحث أكتر على موضوع الجائزة، فتبين أنه هي الجائزة الأولى للصوت عالمياً، وهيدي الجائزة لأول مرة بدورتها الثامنة تدخل اللغة العربية عليها، لأنه هي فيها أكثر من 100 كاتيجوري، وكل كاتيجوري مختصة بشيء معين للغات إسبانية، عربية، إنجليزية، كل لغات حول العالم. فلأول مرة كانت على دوري، يعني لما أنا قدمت هيك بالصدفة فكانت هي للغة العربية. ولقيت في الأستاذ وائل حبال اللي هو معروف من كبار الصوت في العالم العربي،
يلي صوت جوجل ماب باللغة العربية وام بي سي وجزيرة وثائقي. فلقيته منزل فيديو هو كمان من ضمن لجنة التحكيم وحاطط انه بعدها منافسة حامية نقدم لكم اسماء افضل 5 اصوات بكل فئة ضمن جائزة فويس اووردز لسنة 2021. فتأكدت انه هذا اسمي لانه حتى لقيت انه في حدا كمان من ضمن اللجنة حاطت اسماءنا نحن العرب يلي فتنا، وهن كانوا لاول مرة بيعملوها على 3 فئات، يعني حتى بالكاتيجوري العربي في 3 فئات عنا. انا كنت مقدم ضمن فئة الراوي المتميز للسينما والتلفزيون والانترنت، فتبين انه انا كنت من ضمن هول 5. نعم. عرفت مين الباقيين؟ كان عندك حشية تعرف انت الى جانب؟ بالبداية كنت ما كثير عم فوت اسمع اصوات، قلت خليني عندي أمل لقدام أكثر. فبس شفت الأسماء الموجودة، في من كان من الإمارات، في كان من فلسطين، في كان كمان من الجزائر على ما أعتقد، وفي كمان من تونس. هولي من ضمن الفئة اللي أنا كنت فيها. حتى كان في بعتقد شخصين لبنانيين كانوا بفئات تانية كمان ضمن الفئات المقترحة. يعني طب هل هالجائزة هالاختيار لوين بيوصل محمد؟ أولا هو من بعد اختيار 5 يتم اختيار فيما بعد شخص. أنا كنت مقدم ضمن تشانل تعيلتي إنه سكون، مش ضمن أي قناة أو محطة أخرى. الأصوات اللي عم تنافسني هن أصوات صار لهم أكثر مني بالعالم بموضوع الصوت، وبيشتغلوا كمان جزيرة وثائقي، أم بي سي، ناشونال جيوغرافيك، يعني كمان أصوات ترقى للمستوى العالمي. فأنا ما كنت صراحة يعني أنه حاطت أنه أوصل للأول، اكتفيت يعني أنه لا أترشح بأول مرة بقدم ضمن 5 الأوائل بهيدي الفئة تحديدا عربيا وعالميا. فبالنسبة لي هذا كان إنجازي، يعني هذا الإنجاز. أوكي. وهون كمان صار في تواصل من قبل إدارة المهرجان دائما، وهذا كان شيء كتير إيجابي بالنسبة لي. أنا لما نزلت على السوشيال ميديا كانوا هني شخصيا عم بيحطوا كومنتس عندي على صفحتي وعم بيتواصلوا معي وباركوا انه بالنسبه لك انت هلا تعتبر انك فزت قبل حتى ما يوصل للحفله الختامي. هذا الصوت لما يصنف بانه انت من افضل الاصوات عالميا، فانت اخذت شهاده رسميه عالميه. وحتى بيبعتوا لنا، يعني اذا انت بتطلب ينبعت لك شهاده رسميه بتجي حتى معملها برواز مجهزه خالصه، انه انت كنت من افضل الاصوات لسنه 2016. حلوه، شفت الجائزه منحوك اياها. صح. فهذا بالنسبه لي كان انجاز كبير، واول مره الواحد معنويا بيسمع كثير انه والله صوت حلو، ادائك كان حلو بهذا الدور، ادائك كان جيد بهذا الوثائق. بس لما بتحملي بايدك الشاده وبتشوفيها تلمس فكان شعور غريب لاول مره. محمد، بتقول عندك 8 خامات بصوتك بتأدي فيها من دون تعديل رقمي. طيب. بأفلام كرتون، شو بتقصد؟ يعني كيف بمعنى أنا بقدر، هي الخامة الأساسية، هي الخامة يلي بقدر أدي فيها كوثائقيات أو كأخبار أو كصوت الرخيم بيقولوله. نعم. أما بالأداء التمثيلي وهو الأكثر استخداماً بالكرتون والرسوم المتحركة، فأنا كنت هون قدرت أوصل لأكثر من أداء، أقدر وصل فيه صوت مختلف عن صوتي، وهذا الصوت من دون الحاجة لأي تقنية عبر الكمبيوتر أو عبر أي برنامج للتعديل الصوت. فبقدر أنا أعمل، كنت بحلقة واحدة كنت عم أشتغل رسوم أخذت أكثر من شخصية، يعني أخذت 5-6 شخصيات وساعدت أنه حورت حالي بقلب كذا مشهد. يعني فبقدر مثلا اعطي الصوت، يعني بالرسوم معروف انه بدك تعطينا، يعني ما هو هذا الشيء عم حاول اعمله. هيك نموذج اليوم حابه انا اسمع، انا اعشق الصوت لانه بدي اسمع هالخامي كيف تتنقل. يلا اوكي. هلا اذا بدنا نحكي كرسوم، دائما في الاصوات المعروفه بالمثلا اللي بيكون ناصح مثلا بيحكي باداء معين لانه للاطفال، فمثلا كم أحب أن أكل الفطائر، إنها لجميلة جدا، هيا مثلا هيك شيء. كفو في الأداء الشرير مثلا
إنهم يريدون أن يدخلوا إلى تلك المنطقة. كم هي جميلة هذه الفكرة. هيا هذا أداء آخر. مثلاً في عندنا هذا اللي بيجي شوي غليظ أو تعاطي معه. اليوم إنها تمطر بشكل مختلف عن الأمس. كيف نريد أن نجمع بعضنا أيها الأصدقاء؟ مثلاً هيك شيء مثلاً في هذا الأداء. مثلاً في الأداء اللي بيجي الطفول الأصغر بالعمر يعني يتأخذ أدوار مثلاً. إنهم يريدون أن يدخلوا إلى هنا. كم أريد أن أفرح معكم. مثلا هيك شيء. مثلا في الأداء بعد الكبير بالعمر. يا أصحاب إنهم في هذه الأحياء كنا أكبر من عمر. مثلا هيك شيء. هلا لحظة لأشرب مي بس. أنا بروح الصور فظيع. يعني فين يستغنوا عن كذا حدا ويكون بس محمد فحص هو اللي عم بيشتغل يعني هالشخصيات كلها. صح. يعني هو هذا الشيء اللي كان عم بيصير. نعم. مثلا في بعض اصوات بتروح اكثر للخامات القاسيه عدينه. مثلا من الذي قام في هذه الاثناء بالدخول الى تلك المباراه. مثلا هيك شيء. مثلا هي بتيجي قامتها شوي ثقيله. نعم. عدينه. وهي نعم. عدت كارتون نتورك بكذا شخصيه يعني. هلا اذا هول الكرتون. هلا في عندك الاداء يلي بيستخدموه بالوثائقيات. انا بس يكون شخص عم يعمل معه مقابله فبيحطوا صوت لشخص او شخصيه فبيحكي هو بهذا الاسلوب. يعني بالامس كان هناك العديد من الشخصيات التي لابد لنا ان نذكر بعضا منها. إذن كان جو يحاول ان يدخل الى تلك المنطقه ولكن حدث أمر ما. مثلا هذا الأداء يلي يكون شخصية حلو لك. كأنه حاطت إيكو بالصوت كتير حلو. في الأداء الشخصية الراوي. أوكي. تعالي الوثائقيات مثلا. أقلعت الطائرة مساء أمس في ساعة متأخرة ولكن حدث أمر لم يكن في الحسبان. حدث عطل في محرك الطائرة فهبطت الطائرة اضطراريا في مطار. مثلا هيك شيء. مثلا هذا الأداء في الترويج. مثلا دعاية. في مثلا الترويج. أعطيني دعاية هتلا نشوف شي دعاية لأنه بتختلف كتير الدعاية. صح. مثلا مثلا مندي الخليج أشهى أطباق مثلا إنص. بس كيف فيك تخلي صوتك هيك تلعب بصوتك لعب يعني ما كانه شخص واحد عم بيحكيني هلأ يعني كذا مجموعة شخصيات. طب كنت تقلد محمد انت وصغير؟ عطيني شي شخصية مهضومة مثلا كنت تقلدها. هلأ هو كان في شخصية مثلا شخصية ظل كانت برسوم متحركة على قناة ديزني فهو بيحكي كان بهالطريقة. سيد ورطة ماذا تريد أن تفعل اليوم في هذه الغابة؟ أنا أريد أن أتحدث مع داندي. مثلا هيك شيء كان هو يحكي بهالطريقة. هل في شخصيات محددة بالأعلام بالممثلين بتقدر تقلدهم مثلا؟ هلا أنا ما كتير جربت هذا. لقيت إنه هذا العالم في كتير له شخصيات تشتغل على هذا الأداء. فأنا رحت على محل آخر قلت خليني أتعب بمكان تاني. أوكي أوكي عظيم. طب سؤال هون كيف اشتغلت على صوتك يعني مين خضعت لدورات مثل ما قلت لي لتقدر تمرن هالأوتار الصوتية عندك؟ إيه هل هو بالفترة الأولى أكيد كنت عم تابع مع بشركات الدوبلاج فكنت أنا أكون موجود بقلب الاستوديو وكون عم بسمع الممثلين مثلا عم بيأدوا أدوار وكذا فأنا بصير أسمع التون تبعهم حاول قلد اللهجة حاول قلد الأداء لفترة معينة. بعدين صرت مثلا فوت على وركشوبات مثلا مع ناس بتشتغل بالدوبلاج بعالم الدوبلاج فصرت كمان مرن حالي معهم. بعدين صرت مرن حالي بيني وبين نفسي يعني. هو هذا الشيء أصعب لأنه بطبيعته الإنسان بشكل عام ما بيحب يسمع صوته. فحدا فينا هلا بيبعت فويس مثلا إذا هو عم يسمع الفويس الثاني وفتح فويس ولهلا بصير يطفي بسرعة. مظبوط.
عندنا مشكلة بنسمع فويسنا، فبالدوبلاج أو بالأداء مضطرين نسمع صوتنا لنحاول نكتشف وين في خلل، وين في شيء معين بدنا نصلحه. فصرت أسمع حالي كيف عم أدي، كيف عم، وين في محلات مثلا بصير الأداء يعني مثلا بأكثر شيء بالمسلسلات المدبلجة مثلا بيكون واحد عم يعطي دور فبصير التون تبعه غنائي، وهذا الشيء مش لازم يصير بالفترة الأولى لما أكون عم هذا الأداء، فبكون هذا بوقع فيها كانت. فصرت أسمع أكيد أكثر من محل لصرت ما بعدين أدي بطريقة أنه أتجنب أسقط بهذا الشيء، وحتى الواحد لازم هو عم يسجل كمان يسمع صوته على الفترة ومرور الزمن، يعني 11 سنة وهن يعتبروا بالنسبة لي بداية، يعني عم حاول أسس فيها لهذا العالم. بتصير حتى تقدر تسجلي من دون ما تكوني عم تسمعي صوتك. وهو هذا الشيء، هذا الشيء صعب كمان مش سهل، لأنه بدك تصير أنت تأسقطي هذا الصوت على فيديو أو شيء بده يكون مناسب للمشاهد الموجودة. عظيم جدا. ماذا بعد غلى صوته هلأ لمحمد فحص مثلا، إذا حدا بده إياه لمحمد صار هلأ بقول صوتي حقه مسار أكثر؟ هو صراحة أنا ما كتير فوت موضوع المادة، فوت موضوع العمل. يعني بالقبل أنه إيه كنت سجل دايما أوقات 10 ساعات 12 ساعة باليوم تسجيل دعايات وثائقيات مسلسلات، يعني ما أهدى. هلأ صرت أفتش أكتر على العمل مضمون، شو الإيميل اللي حيضيف لي إياها بهيدا السيفي إذا صح التعبير يلي أنا اشتغلت عليه. يعني الحمد لله بهيدا الفترة قدرت اشتغلت مع ناشيونال جيوغرافي، اشتغلت مع ديسكفري، اشتغلت مع الجزيرة وثائقي، اشتغلت مع ناشيونال جيوغرافي كيدز للأولاد، اشتغلت مع كارتون نتورك وأسان، كان حتى في شيء مع اليو أن دي بي، في شيء مع اليونيفل تسجل، في شيء حتى بلبنان للوزارات اشتغلت معهم بقصص معينة. يعني قدرنا عملنا بهذا المكان شيء منيح. حتى الام بي سي اشتغلت معهم، ام بي سي 3 للأولاد كمان كانوا عم يشتغلوا كابتن ماجد الجزء الجديد، فكنت أحضره أنا وصغير فرجعت دبلجت فيه أنا وكبير، فهذا كان كمان بالنسبة لي شيء غريب. تحدي كبير. برافو محمد فحص عن جد. يعني قلت لكم اليوم مشاهدينا بدي أعرفكم على صوت عالمي، وبالفعل محمد فحص من الأشخاص اللي بنفتخر فيهم. أنا كنت حابة أتعرف عليك بشكل شخصي محمد. شكرا لك، بدي هنيك على هالنجاح. إذا حابب تختم أنت بطريقة هيك غير شكل، شو بتقول؟ بشي صوت غير شكل إذا بدك، أو بصوتك أنت. أوكي، هلأ أول شيء بدي أتشكرك عهد المقابلة وأنك أتحت الفرصة أن يكون عندي منبر أقدر بيّن فيه للمستمعين وللمشاهدين بالأماكن مختلفة حول العالم باللغة العربية، وهذا شيء مهم بالنسبة لي لأنه بضيف لي أكثر بالقصص اللي عم بعملها. وبتشكرك لك شخصيا أنك توصلت معي، وحتى أنه انبسطت لما عرفت ان حتى ذكرتيني بموجز ضمن الحلقة اللي كنت طالع فيها، فشكرا لك كمان مرة. وإذا ما نختم الحلقة بطريقة معينة فينا نقول انتظرونا في حلقة جديدة ومميزة مع بولا. أيوة حلو. Thank you so much محمد فحص، حبيت الختام كان مسك. شكرا لك وألف مبروك، ومن نجاح إلى نجاح آخر. وهيك مشاهدينا مع الصوت الحلو بنختم حلقتنا لهالأسبوع من كلنا بالهوى سوا، ولكل مستمعينا عبر تشين راديو كمان شكرا لكم، ومنوعدكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم مني ومن المخرج نيك نمر. كل التحيات، إلى اللقاء، باي باي.